رئيس السلطة الوطني المستقل للانتخابات محمد شرفي خلال الاجتماع الذي جمعه بمندوبية السلطة عن المسجلين الجدد بعد انطلاق المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية يوم الخامس من شهر سبتمبر الجاري، حيث أفاد شرفي أن عدد المسجلين الجدد إلى غاية البارحة بلغ الزيادة من 25,000، في حين بلغ عدد المشطوبين أكثر من 48,000. اليوم على الساعة الحادية عشر كانت يعني عدد المسجلين الجدد 25,813، وعدد المشطوبين 48,946. الاقتراع المنتظر يعني من أهم الاقتراعات، به تستكمل البنية المؤسساتية لبلادنا الحديثة.